من ذهب ومن فضة ومن ألماس ومن هذه كلها مست جسد المسيح. طيب إذا ما خرافة صكوك الغفران، كيف صك يغفر لمشتريه جميع ذنوبه ويجي يروح الكنيسة ويدفع مبلغ وياخذ صك؟ وبعدين لما صار كان في بيع صكوك في الجنة، صكوك وتاخذ أمتار على حسب الفلوس. والفقير ايش له يا شيخ محمد؟ طيب خلاص مسكين هذا يجلس بدون مغفرة حتى يدبر نفسه يعني. ولذلك كان رجال الكنيسة يبيعون صكوك الغفران وقطع في الجنة بأوراق تسجيل رسمية.